مريم العراقي، مراقب عام، رئيسة مصلحة القضايا الماسة بالأسرة والأخلاق العامة، مديرية الشرطة القضائية. اجتازيت مباراة عمداء الشرطة والحمد لله، درنا فترة ديال التدريب في المعهد، كان تخصص ديال الشرطة القضائية، من بعد الاشتغال في مديرية مركزية ليا ديال الشرطة القضائية، والمسيرة ديال التكوين المستمرة اللي تتسهر على التنظيم ديال المديرية العامة للأمن الوطني، سواء بالاستعانة بأطر وطنية أو بأطر أجنبية، وهكذا. على الوقت اختاريت ندير الشرطة القضائية لأن تلقى راحتي في الشرطة القضائية، في الأبحاث، في الكريز انفستيغاسيون، في لي زونكيت. دونك درت تخصص الشرطة القضائية في معهد الملكي للشرطة في عمداء الشرطة. من بعد تيولي واحد المهنة بواحد الحب، واحد التفاني، دونك تتحسي راسك تتعطي فيها أكثر، تتقدري تغيري مسار واحد حياة واحد الشخص، تتعرفي راسك بأنك في التكوين، في التأطير، لأن مهام الخلية المركزية هو التأطير ديال المكلفين بالاستقبال ورؤساء الخلية. دونك تتحسي براسك تتعطي واحد ان بلوس، اون فالور اجوتي، واحد القيمة مضافة، وتتبعي تنفيذ يعني التعليمات المديرية، يعني تتمشي في السياق ديال المديرية العامة للأمن الوطني، التوجه ديالها في حماية المواطنين وخاصة فئة الأطفال وفئة النساء. دونك تتحسي براسك تتقومي بواحد العمل نبيل، تتوجهي من خلاله رسائل للمواطنين باش يبلغوا على هذا العنف، ما خصناش نسكتوا عليه، وفي نفس الوقت تتقومي بتأطير الموظفين اللي تيشتغلوا في الميدان. يعني من 2004 كانت المديرية العامة للأمن الوطني عندها نقط الارتكاز، ما كانوش الخلايا، ما كانوا نقط الارتكاز في المديرية العامة، كان نقطة فوكاس سنترال يعني مركزية، وكانوا في بعض المدن اللي تتشتغل فيهم الجمعيات، تتنشط فيهم وتقوموا بواحد الأنشطة، وكانوا عندنا نقط ارتكاز في هاد ولايات الأمن. من بعد في 2007 وقعت المديرية العامة للأمن الوطني شراكة مع في ذاك الوقت كانت وزارة التضامن، في ذاك الوقت كانت سميتها كتابة الدولة المكلفة بالمرأة وبالأشخاص في وضعية إعاقة جو بونس. دونك كانت كتابة الدولة، ما كانتش وزارة، وكانت داروا توقعت اتفاقية شراكة باش يتم تخصيص فضاءات خاصة بالنساء، وهنا جات المبادرة. المهمة ديالنا هو التعريف بالمجهودات ديال المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مناهضة العنف ضد النساء، كذلك بالآلية الموضوعة، رهن إشارة العموم خاصة النساء من قبل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، كيفاش يتوجهوا لها منين تكون المرأة ضحية عنف أو لا هي الشاهدة على عنف. إذا هذا الرواق مخصص للتحسيس بهذا العمل اللي تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك من أجل تشجيع النساء على التبرير. يعني العنف ما خصناش نسكتوا عليه، كاين أجهزة أمنية سواء على مستوى دوائر الشرطة أو لا على مستوى الشرطة القضائية، وتتكامل ما بينتها. يعني من تتوجه المرأة لأقرب نقطة اللي هي الدائرة ديال الشرطة، راه هناك مكلف بالاستقبال تيتولى يعني الاستماع ليها، ولا كانت القضية من اختصاص الدائرة ديال الشرطة راه تيتكلفوا بها، ما كانتش القضية من اختصاص الدائرة يتم توجيهها إلى خلية التكفل بضحايا العنف على مستوى الشرطة القضائية. بقي عندنا ذاك المسكوت عنه، إذا تنحاولوا نبسطوا للأطفال الصغار بلغة بسيطة مفهومة على حسب المستوى الدراسي. يعني من تيجيو عندنا الأطفال ديال المدارس راه تنشوفوا المستوى يعني الدراسي ديالهم، على حسب تنوجهوا لهم واحد نصائح، ووضعنا رهنا إشارتهم واحد المطوية في هذه النصائح يستغلوها الأساتذة ديالهم بحال سوبور بيداغوجيك في مجال يعني التحسيس ديال الأطفال من الوقاية من العنف والاعتداء، ويبلغوا سواء يعني كان اعتداء واقع عليهم أو لا الشاهدين عليه. دونك بخلاصة هذا هو المغزى من هذا الفضاء. هذا الفضاء هذا الخلايا التكفل يعني أحدثت بموجب القانون 113، يعني هي المديرية العامة للأمن الوطني في سياق تنفيذ مقتضيات القانون 113 قامت بإعادة الهيكلة. يعني هاد الخلايا هادو كانوا في 2007، يعني ماشي وليدين حديثي العهد، من 2007 كانت سميتهم خلايا استقبال نساء ضحايا العنف. شنو كانت المهام ديالهم؟ هو معالجة جميع قضايا العنف ضد النساء، يعني هذاك ضابط الشرطة القضائية تيقوم بجميع الإجراءات المسطرية، عنده صفة ضبطية، تيقوم بالاستقبال، بالاستماع، بالتحري، بالمعاينة، بتحرير المحاضر. من المميز هو انه من جات 113
تمت إعادة هيكلة هذه الخلايا. كيفاش تمت مؤسستها؟ يعني ولات بموجب القانون. في الأول كانت بموجب يعني مبادرة المديرية العامة الأموطنية، يعني في إطار تطوير الآليات ديالها، في إطار التقريب من المواطنين، ولكن مع صدور القانون أصبحت ممؤسسة، يعني كاينة في الهيكلة ديال القطاعات اللي عناها القانون، اللي هي قطاع العدل، قطاع المرأة، الشباب، الدرك، الأمن الوطني. دونك أصبحت لها حجية قانونية الأول، كذلك بالنسبة للمهام. المهام القانون جاء أعطى تعريف للعنف اللي ما كانش في الأول، يعني تم توسيع قاعدة العنف، يعني ولا عنف جسدي، جنسي، نفسي، اقتصادي. وكذلك أصبحت لها مهام محددة اللي تتجلى في الاستقبال، في الاستماع، التوجيه والإرشاد والمرافقة. وهنا احنا كاتبين المهام ديالهم. دونك هادو هما مهام الخلايا خمسة كما جات بها القانون 113. يعني هذه هي ما يميز هاد الخلايا، ما يحسوش براسهم مذنبات في حق راسهم، لان تتولي واحد دول فيكتيميزاسيون، تتكون مرة ضحية عنف ومن بعد هي تتبقى تلوم راسها وتتبقى ما تتبلغش، يعني تتولي واحد دوبل فيكتيميزاسيون، ما تحشمش وما تلومش راسها وتمشي توجه لاقرب مركز الشرطه وتبلغ على العنف. ما قدراتش، كاين رقم 19 تبلغ على العنف.